مساء الخير والفل والسعادة على كل هو وكل هنا بيشوفونا دلوقتي. يوم جديد من أيامنا من هو هنا على شاشة قناة المحور. عندنا حاجات كتير جدا وحاجات كلها أمل وتفاؤل وحاجات حلوة هنقولها لحضراتكم، لكن في البداية خلوني أرحب بديمزي. يا ديمزي أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله. وأنا أكيد برحب بكل اللي بيشوفونا دلوقتي على شاشة قناة المحور، وحلقة كلها أمل وتفاؤل بالألوان اللي أنت لابساها. الألوان ما هو والله بصي لايقة برضو لايقة. يعني حلقتنا النهاردة إحنا مسمينها أو مديها عنوان الأمل. الأمل مهم جدا أن يبقى عند الواحد، والتفاؤل، لأن صدقوني من غير الأمل ومن غير التفاؤل الحياة تحس الواحد هيجيله اكتئاب ويدخل كده في مود مش لطيف. فحلقتنا النهاردة كلها عن الأمل، وأعتقد أن احنا من غير الأمل ده ما نقدرش نعيش. فيه كده كان محمد منير يقولك لو بطلنا نحلم نموت. الحلم على فكرة هو زي الأمل، يعني أن انت تقعدي يبقى عندك أمل في الحياة وعندك أهداف تحققيها. طبعا هو ده اللي انت عايش عشانه، أصلا انت غير كده هنعمل ايه في حياتنا؟ بشوف الأمل شيء مهم جدا. معايا فقرة مهمة جدا جدا النهاردة، هيكون معايا دكتور هايدي سليمان. دكتورة كان عندها مرض، الدكتور حقيقة قال لها قدامك 3 شهور وخلاص كده هتموتي. هي ما صدقتش الدكتور وقعدت تسمع لدكاترة تانيين نفسيين، عرفت انه ممكن بالعامل النفسي اللي هو الأمل اللي عندها ان هي لسه عايزة تعيش وعايزة تكمل ممكن تتغلب على المرض. وهايدي اتغلبت على المرض، ويمكن عدى ما شاء الله سنين كتير ولسه يعني بالامل ممكن نغير حياتنا تماما. خليني اقول لك مهمه جدا 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 جدا، يعني بجد اكيد هتبقى فقره لطيفه. لان انا بحب نوعيه الفقرات دي، ان حد يبقى عنده قصه وكمان كان فاقد الامل ولا وفجاه هو الامل اتجدد لا من جديد. ودكتور هايدي كمان يعني درست ده وابتدت تعلمه الناس تانية علشان يعني تنشر العلم ده حواليها. الله، لا فقرة أكيد هتبقى لطيفة جدا. معنا فقرة تانية، وزي ما يمكن دي ما قالت إن دكتور هايدي استعانت بأخصائيين نفسيين علشان يدوها أمل، أو يعني زي ما بنقول يجددوا الأمل عندها. والأمل زي ما قلنا مهم جدا، تحديدا يا ديمة لما لا قدر الله حد عنده مرض مثلا من الأمراض المستعصية، بيقولك جزء كبير جدا من العلاج ان انت يبقى عندك امل، ان انت يبقى حالتك النفسيه تبقي ايجابيه، بس تبقى مصدق ان هو ده فعلا العلاج بالظبط، ما نقعدش نمثل. لكن عشان كده زي ما انت قلتي ان دكتور هايدي استعانت بدكتور او باخصائي نفسي، مهم جدا ان احنا يكون معانا كمان فقره مع دكتور هدى مصطفى اخصائي نفسي وتعديل السلوك. هنتكلم معاها هل الامل ده ان احنا ممكن نكتسبه ولا لا، هو الانسان بطبيعته عنده امل. طب لو واحد فاقد زي ما بنقول فاقد الشغف هو فاقد الامل، طب هل ممكن الامل ده ان احنا لا زي ما بنقول يعني لو هو مرض او حاجه نقدر نكتسب ده او ان احنا نشتغل على نفسنا لغايه لما يبقى عندنا امل؟ دي فقره برضو اعتقد هتكون مهمه جدا، وان انا اقدر ازاي اقدر اتغلب على نفسي لو انا لا قدر الله عندي مرض او عندي حاجه، لأدي لنفسي كمان أمل. معنا طبعا فقرة المطبخ، فقرة المطبخ. خلونا كده برضو قبل ما نطلع فاصل عايزة أقول لكم خبر جديد معنا من وزارة التضامن الاجتماعي اللي أطلقت حملة بعنوان من بدري أمان. الحملة دي هدفها الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية المختلفة، هو ده الأمل اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة. يعني دايما كده وزارة التضامن بتعمل حملات ومبادرات كتيرة قوي عشان نحاول نوعي الناس بضرورة الكشف المبكر. حملة ومبادرة مهمة جدا جدا، وبس كده خلونا نبتدي. انا عايزه اقول حاجه بس بس في فقره كده مهمه جدا عايزاكم تستنوها، هي فقره المطبخ. فقره المطبخ النهارده هتكون فقره مش عاديه، متعودين معانا نجيب فود بلوجر شيف، لا النهارده هيكون معانا الفنانه باسنت النبراوي في المطبخ، وهنتكلم بقى عن حاجات كتير جدا. الله.